اجل يا دياب، ده انا عمك اخو ابوك. لو كان ابويا عايز كان برد رصاص مسدس في راسك، ودلوقتي في الوقت نبعتك انت وابونا داخل عشان تسلموا على ابويا واخويا جابر كمان. ما توديش نفسك في داهيه يا دياب. انا كده ولا انت رايح في؟ وما تنسوش شيء، اللي وقت عقلي من الاحترام. انتهت على روحكم، انتهت على روحك يا دياب. حد كده كفايه قوي، اخرتك هتفضل ليله ولا يدك. اجل يا تمام، بلاش اقتل ابوك واخوك قدام عينيك. قبل ما تعمل كده اكون ضحك بالنار وفرتك دماغك دي ونسلم جدتك الحكومه واكرموني كمان. ارمي سلاحك يا دياب وخلينا نتفاهموا بالاداب. هدايا هدايا يا عمي، وانتوا اللي عاوزين تاكلوني لحمه الملعب. هاجني وانت اخوي. دلوقتي دلوقتي افتكرتني وانت اخوك. الجرابه حاجه وشغل حاجه ثانيه يا ولد منصور، وانت اول من شرع العرف ده، انت وابوك واخوك. فاكر ولا نسيتوا كنتوا بتعملونا كيف؟ طول عمرنا طول عمرنا بنعاملكم اولاد عمنا. انتوا ما كنتوش بتعاملونا باصله. احنا ما حصلناش عليكم انفار حد. اسمع يا دياب، لو قتلت واحد منينا مش هتلحق تقتل التاني، الباقي هيخلصوا عليك. خلينا نتفقوا مع بعض اتفاق جديد. قدامكش غير كده يا ولد اخوي، انت كده اللي خسران، ولو نزلت السلاح يمكن تكسب. نزل يا تمام مسدسك. وانت يا همام، كده عين العدل، عشان كده انا مش هقتلك. يكون في علمك يا واد منصور، الماضي خلاص راح واتفق مع ابوك واخوك، ومن النهارده هكون في نظام جديد. لو عاوز تشتغل معانا هديك اجره نفر. كيف؟ كيف انا اللي بجيب البضاعه؟ مش واقفه عليك، في غيرك كتير يتمنوا يوردوا لنا بضاعه، ولا الحوجه ليك. هو انت مش مقدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا اقوى منك؟ هتعيش يا واد منصور، هنسيبك تعيش، بس اوعى تخرج عن طوعنا. لو حسينا انك بتلعب بدينك كده ولا كده هنبلغ عنك الحكومه، فاهم؟ حاضر يا عمي، حاضر يا عيال عمي. اول ما رتبوا للعمليه هبلغكم.